مهاجمي بالفعل ترك مرمى كان مركز قدر بفدائية يمنع لاحظ ترى ما يحارس والله يقول لك لو يمكن على مستوى العالم ان شاء الله الله يقدرنا نكون وافين لك لان فعلا تمرينك وتعليماتك وتربيتك مو بس بالتدريب ها تربيه قبل والله العظيم هذا الحمد لله دائما هو اقولها يعني عند الكل هالايد هذه اقول عسل هو اي والله هو اللي خلاني يعني اوصل لهذا المستوى فشكرا شكرا من السماوات الارض يا يا يبا انا اقول حق عدول اقول انت اخوي الحين تعتبر ها يلا عادل كان يلعب يا حلوكم والله عادل هذا اخوي وهذا ابوي اللي اكتشفني ودربني الله يطول بعمرك يا ابو عادل والله العظيم ما انسى فضلك علي شوف مسكتوني شوف ترى هو اللي خلتوني كذي شباب هو يا بعد عمري والله يا ابو عادل خيرك علي والحمد لله ابو عادل ولدك اكثر قوتش العباد الدولي يا ابو عادل وبعد الله انت السبب الرئيسي تدريب واخلاق يعني استفدت منك كل شيء والله يبعد عسى الله